إلي بالضبط أسبوعين حياتي دندرة امتحانات وماستر وتكفنا. خلينا نشوف شو بدنا نحكي اليوم. سوري في الأسبوع الماضي ما قدرت أنزل فيديو لأنه الجامعة بتجنن. جامعة قطر كلها يا معلم دراسة assignments وامتحانات وبروجيكتس وما خدمات بتجنن. أنا مش قادر أحكي لك بيدي الحب. لا خلتني فاضي لا لا شغل ولا لا assignments ولا الامتحانات ولا للدراسة، عشان هيك ما نزلناش الأسبوع الماضي. أما هذا الأسبوع فراح أقول لك إنه الفيديو اللي أحكي لك إياه اليوم هو، خلينا نبلش. فيديو اليوم راح أحكي لك عن إشي كثير مهم، هو What makes a good life. هو عبارة عن lessons from the longest study about happiness. هو one of the TED talks videos اللي أنا حبيتها شوي، واللي كان عليه I think أكتر من 18 مليون views، واللي هو باي شخص اسمه روبرت والدينجر والدينجر وال على دينجر ما بعرف شو اسمه، المهم اسمه روبرت. ف من اسم الفيديو كثير واضح انه راح احكي لك عن ايش بيعمل حياة ألطف أسعد أحسن أهدى. وخلينا نبلش مع جي توكس وجاسر مصطفى 101 things I learned from TED talks. فاللي بدي اياه منك انه قبل ما انت تحضر هذا الفيديو الخرافي تنزل لي على التعليقات تحكي لي بالنسبة لك انت شو هو الاشي اللي بيأمن لك حياة سعيدة او بيعمل حياتك احسن او افضل وبخليها ارتب. تمام، بعد ما حطيت لي كومنت انه انت ايش اللي بيخليك اسعد او احسن او افضل، الدراسة بتحكي لك انه اذا سألت اي شاب او اي صبية في عمر المراهقة او في بداية سن النضوج شو هو هدفك في الحياة وشو هو اللي بيحقق آمالك في هذا الكوكب وشو اللي بيخليك تعيش حياة سعيدة وخيالية، الدراسة بتحكي لك على نية الدراسة اللي انا ما بعرف شو هي بس انحكت في الفيديو تبع السورس تبع هذا الفيديو اللي أنا عم بحكيه هلأ، إنه 80% من الناس اللي انسألوا هذا السؤال في هذا العمر بيقول لك الإشي اللي بيخليني سعيد ومرتاح البال هو طبعاً أني أنا أصير غني، ليرات مسخري، أقدر أصرف على حالي، أقدر أسوي كل اللي بدي إياه. طبعاً رأيي احترم. و 15% بيزد على الدراسة اللي أنا ولا سمعت فيها أساساً بيحكي لك إنه رأيهم كان إنه أصير مشهور زي جاسر يعني، والباقي اللي أنا ما بعرف قديش نسبتهم أساساً قديه ظل يمكن نظلش إشي 5% ويمكن ما بعرف إذا عملوا overlapping بين النسب، بس بيحكي لك إنه هدفهم في الحياة إنه يحقق شغل أحسن ويحقق دراسة أحسن ومستوى تعليمي أفضل، يعني أدرس أشتغل بوزيشن أعلى. وإذا بتدقق شوي صغيرة بكل هذول اللي حكيناهم بتلاحظ إنه الإشي الوحيد المشترك بينهم إنه عشان تحقق هذه الأهداف هو إنك أنت راح تهلك وتموت شغل عشان تقدر تصير غني، أو راح تهلك برضو وتموت شغل عشان تحقق مستوى اجتماعي وتعليمي ووظيفي أحسن لك، وعشان تصير مشهور بدك توكل زفت فالموضوع منتهي راح تهلك شغل. فالهدف المشترك أنا بالنسبة لي بينهم كلهم إنه أنت تشتغل شغل يحقق لك هذه الأهداف. بس الدراسة ما بتتفق مع هاي الآراء. شو هي الدراسة اللي أنا عم بحكي عنها؟ ما بعرف مين صاحب هاي الدراسة والفكرة المجنونة أو الجهة اللي قعدوا مع بعض هيك وتناقشوا في ميتينج وطلعوا في قرار من هذا الميتينج إنه بدنا نعمل دراسة على حياة مجموعة من الأشخاص طيلة مدة حياتهم. طيلة مدة حياتهم تعني متوسط عمر الإنسان 70-80 سنة، overlapping بين هاي الأعمار ممكن توصل طول الدراسة ل 100 سنة ضوئية. المهم بلشت هذه الدراسة فعليا، ما بعرف متى بالضبط بلشت لكن الفيديو I think كان قبل 4 سنوات نازل تبع التيد توكس اللي بحكي عن هاي الدراسة، وكان عمر الدراسة تقريبا 75 سنة. فبحسبة بسيطة هيك وبحركات منتل كده
تقدر تعرف انه بلشت الدراسة بين 1940 و1942 بهذا الرينج. وهذه الدراسة فعليا اخذت اكثر من 700 وابصر اكم من شخص، وبلشوا يدرسوا حياتهم بكل تفاصيلها ويدرسوا تطور امورهم وتدهور احوالهم وكلامهم مع زوجاتهم. ما بعرف اي كلام بالضبط، بس على ذمتهم بحكي لك انه الكلام المهم واللي فيه قرارات مصيرية في حياتهم. وبرضو ياخذوا تقارير طبية وحطوا لهم دكاترة ومش عارف ايش، وياخذوا هاي التقارير ويحللوها بشكل كثير دقيق. ومن هذول الناس 700 وشوي اللي اخذوهم لهذه الدراسة فعليا، اللي منهم صار عامل في مصنع، واللي منهم صار عامل نظافة، واللي منهم صار دكتور، واللي منهم صار سائق، واللي منهم صار محامي، واللي منهم صار مهندس، وفي حدا منهم كان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، اللي أنا ما بعرف قديش مصداقية هذه الجملة في الفيديو، لكن مش مهم. يعني هو بالآخر ما هو بني آدم زي كل الناس اللي ذكرناهم، وتبعوا في حياتهم أكثر من أي حد ثاني، أكثر منهم نفسهم. لكن الغريب في الموضوع أنه اللي وصلوا له بعد هذه الدراسة أنه مش الفلوس ولا الدراسة ولا العلم ولا الوظيفة ولا الترقية ولا شيء من هذا الحكي هو اللي كان يوصل الناس، ولا كان هو أهم شيء في سعادة هدول الأشخاص. يعني بالبلدي الفلوس مش أهم شيء، والفلوس وسخ إيدين، ومش اللي معه فلس أو قرش بيسوى قرش. لا، مش كل هذا الحكي كله تبع الناس اللي سألناهم في أول فيديو. بحكي لك لا، الذي يحقق السعادة فعليا هو الحياة الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية الهيلثي الصحية والجيدة وذات المستوى العالي والمنيحة، واللي بنت عالم وناس ذات النوعية والجودة العالية جدا. يعني مش كل هاي العلاقات الاجتماعية هي اللي بتجيب السعادة، لا، العلاقات الصح في الوقت الصح النظيفة، واللي مع الأشخاص الصح، واللي مع الناس النظيفة، واللي مهم فيها هو النوع وليس الكم. يعني مش أكون بعرف 3000 شخص في حياتي ودخلهم حياتي، لا، يمكن أكون بعرف 2 هدول أحسن من كل الكوكب بالنسبة لي، هم اللي راح يحققوا لي السعادة. يعني علي علوكة وأشرف كخة يعني ليه بقيت بلطجي؟ واحد مصاحب علي علوكة وأشرف كخة عايزين نطلع الطيار. بالنسبة للإنبياء دول يعني محققين سعادة مش طبيعية بالنسبة لهذا الشخص. هلا كل هذا الحكي فعليا نحن بنعرفه، بس يمكن مشاغل الحياة سرقتنا من هذا الموضوع. فاللي مطلوب حاليا إنه نرجع نقيم خياراتنا، ونقيم نوعية الناس اللي في حياتنا، ونوعية العلاقات اللي احنا بنتعامل فيها، ونوعية أولوياتنا، ونرجع نعيد ترتيب الحياة بشكل أفضل وألطف وأنظف، وما يكون أهم شيء بالنسبة لك هو الفلوس. هلا بنجي لها. المطلوب منك في هذه اللحظة أنك أنت تعيد ترتيب حياتك، وتحاوط نفسك بأشخاص وعلاقات اجتماعية تنقل حياتك من جيد لأحسن، من منيح لأفضل، من مريحة لأريح، من مستوى معين لمستوى أفضل. ولهون أنا بكون خلصت لك كل الحكي اللي كان يحكيه رابع دايركتر لهاي الدراسة، اللي كان يحكي في تيد توكس فيديو أو في التيد توك اللي أنا حضرته عن هذا الموضوع. نحط كل هذا الحكي على جنب، وخلينا نيجي للحكي والزبدة الصحيحة اللي المفروض إنها هي تفيدك. كل هذا الحكي اللي أنا حكيت لك إياه حكي لطيف وابن عالم وناس وبجنن، لكن كلنا بنتفق على أنه الشخص عشان يحقق هاي السعادة وهاي العلاقات الاجتماعية النظيفة اللي بنت عالم وناس اللي بتجنن، أتوقع ونتوقع وكلنا نتفق أنه هذا الشخص لازم أول شيء يكون قادر على الوفاء بأولوياته كلها بجميع مستوياتها، ويكون قادر يأمن احتياجاته الأساسية بالمقام الأول بدون ما ينقص عليه أي شيء، بلس أنه يقدر يجيب جزء من الكماليات اللي هو نفسه فيها. يعني تخيل أنه أنا مثلا حياتي جدا 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 سعيدة، ومحاوط حالي بأحسن أصدقاء وأحسن نوعية علاقات اجتماعية بالعالم، ومش قادر أكل وميت من الجوع مثلا، أو مش قادر أروح أزور أصدقائي اللي نوعية العلاقات الاجتماعية معهم بتجنن وبنت عالم وناس، أو أنه أنا يكون هاي العلاقات الاجتماعية اللي بتجنن لبنت عالم وناس مع أصدقاء أو مع ناس ما بحبوا القعدة معي، لأنه أنا مثلا ما بعرف أحكي، مش ما بعرف أحكي يعني بتأتئ، لا ما بعرف أحكي يعني أنا جاهل، أو بلاش جاهل كمان، تافه خلينا نحكي
المواضيع اللي أنا بفتحها. كل هذه الأشياء تتطلب منا نرجع لأول فيديو اللي كانوا أو الدراسة أساساً كانت بعكس آرائهم اللي هم اللي حكينا عنهم اللي في سن المراهقة أو في بداية سن النضوج، حكى لك أني أصير غني أو أن أكون عندي وظيفة أحسن أو أن أكون متعلم ومستوى تعليمي أحسن أو أن أكون قادر أن أأمن احتياجاتي أو 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 إلى آخره أو أصير مشهور أو whatever. بالنسبة لهذا الشخص، هذا التعبير البسيط عن أحد أسباب السعادة اللي هي راح توصله، لأنه هو يكون علاقات اجتماعية مريحة أصلاً كمان. يعني إذا أنت بتشتغل منيح فأنت يفترض أنه في شريحة معينة من اللي حواليك أنت قادر أنك أنت تكون مرتاح معهم بالعلاقات الاجتماعية، قادر أنك أنت تلبي احتياجاتك واحتياجات أهلك، فتكونوا أنتوا ما عندكم أسباب نقاش تسبب مشاكل بينكم وتسبب أرق وتوتر وجهد وإلى آخره، ما إله داعي. فالدراسة ما بقدر أخذها for granted بشكل مسلم أنه أنا عشان أكون سعيد في الحياة راح أعزل كل إشي وكل أسباب السعادة اللي في الحياة أبعدها عني وأركز على أنه علاقاتي الاجتماعية تكون سعيدة وتكون ضيفة وبنت عالم وناس وإلى آخره. لا، في هذا المكان أنا بحكي لك أنه أنت لازم تمسك العصاية من النص، لازم توازن بين أنه أنت يكون عندك أسباب السعادة اللي طلعت فيها هاي الدراسة بعلاقات اجتماعية بتجنن وبنت عالم وناس، on the other hand بدك توازن بين شغلك ودراستك، مستواك الثقافي، مستواك التعليمي، مستواك العملي، وتسعى للتوظيف أو لمستوى وظيفي أحسن ومستوى مادي من وظيفتك أحسن. يمكن ما بدك توظف، يمكن بدك تشتغل شغلك الخاص. At the end of the day بده يكون في عندك مصدر للدخل يريحك بهذه الجوانب اللي نحن عم نحكي عنها، عشان لما تركز على موضوع حياتك الاجتماعية كمان تقدر تنجح فيه بطريقة تكون مرتبة وبنت عالم وناس، تكون علاقات نظيفة وذات نوعية وجودة عالية. وما بننسى برضو أنه كل شخص في الحياة عنده أولويات ومصادر وأسباب سعادة وحياة أفضل تختلف تماماً عن أي شخص ثاني قد ما كان قربه لإله. يعني إيلون ماسك بالنسبة لإله أسباب السعادة مختلفة تماماً عن أسباب السعادة بالنسبة لمارك زوكربيرج مثلاً، أو بالنسبة ل ترامب، أو بالنسبة لبايدن، أو بالنسبة لمحمود عباس، أو بالنسبة لعبد الله الثاني ابن الحسين، أو بالنسبة لدكتورك في الجامعة، أو بالنسبة لأبوك، أو بالنسبة لأخوك، أو بالنسبة لإلي أو إلك، أو لحتى الأفراد اللي أنت مكون معهم العلاقات الاجتماعية اللي نحن بنحكي عنها في أول الفيديو. لكن كل هذه الأشخاص والشخصيات اللي أنا حكيت عنهم هلأ في هاي اللحظة كلنا بنتفق على أنه أحد أهم أسباب السعادة وهدات البال والراحة النفسية وجودة الحياة النوعية هو انك انت تكون قادر تلبي احتياجاتك زي ما حكيت قبل شوي، وقادر انك انت تنام بين اهلك مرتاح وهم مرتاحين، لما تحط راسك على المخدة تنام وترتاح، ما تضلك للساعة 3 الصبح قاعد بتفكر كيف بكرة بدك تأمن فطور لأولادك او لأخوانك او لحبايبك، او كيف انت ممكن انك انت تروح تقعد القعدة اللطيفة مع اصحابك في المكان اللي هم متعودين مثلا هم يقعدوا فيه أو أنك تقعد معهم فيه. فاهتم بالأساسيات واهتم بجميع جوانب أسباب السعادة اللي حكينا عنها في هذا الفيديو، وإن شاء الله أنك أنت definitely راح تكون مبسوط ومرتاح البال وترفع مستوى كل جوانب الحياة اللي أنت عايشها. فزبدة هذا الفيديو، حاول أنك أنت تلاقي شو أسباب السعادة اللي هتخليك أنت مبسوط وسعيد ومرتاح البال، وفكك من كل الدراسة اللي بأول فيديو، وفكك من هذا الفيديو كمان وانسى موضوعه، حط لنا في الكومنتس إذا أنت مبسوط وشو سبب هذه السعادة العارمة اللي أنت عايش فيها. وسلام.